ظهور كارثة في فرنسا، هجوم ملايين من حشرة البق. فبعد الجرذان التي تتجول في باريس والتي يمكنك رؤيتها في الليل كما النهار حتى صارت مألوفة وعادية، ها هي حشرة البق الصغيرة تغزو البيوت والأماكن العامة وتنذر بكارثة حقيقية يصعب احتواؤها. هذه الحشرة تهاجم الجلد والفراش والمأكولات وتمتص الدم وتسكن الشعر. لا حديث في الإعلام الفرنسي سوى عن هذه الكارثة. الذي ينوي الذهاب لفرنسا وخصوصا باريس عليه أن يفكر مليا قبل أن يجد نفسه في صراع مع جائحة بمعنى الكلمة. كارثة البق أثارت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداول أخبار بكثير بأن البق يتواجد في وسائل النقل الاجتماعية وقاعات السينما بكثرة.